السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا أخواتنا مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو حبينا نشارككم آخر أخبار متعلقة بمحترفينا. ما حبيش نتكلموا على مباراة الجزائر موزمبيق، نخلو لها فيديو آخر بعد هذا، نتكلموا على القنوات الناقلة، نتكلموا على تشكيلة المحتملة بحول الله تعالى. هذه المرة أنا أخبار جد مهمة تخص المحترفين بصفة عامة، لذلك أدعوكم إلى الاشتراك في القناة إذا ما كنتم مشتركين، تفعيل زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. ما تنساوش ذكر الله صلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم أهم شيء. ونبدأ يعني مباشرة، ندخلوا في أول خبر متعلق بإسماعيل بن ناصر. هو خبر مفرح للجماهير الجزائرية، لأننا نعاني صراحة في وسط الميدان، وكل اللاعبين يعني برغم أنهم يقدموا في أنديتهم إلا أن تحس وسط الميدان المنتخب مازال بحاجة إلى تحريك، صح التعبير، واحد اللي يربط لك ما بين الدفاع والهجوم، وهذا الشيء ما يتوفر إلا في إسماعيل بن ناصر. حيث أقول كشفت تقارير إعلامية إيطالية اليوم يعني قبل قليل أن إسماعيل بن ناصر تدرب اليوم بصفة جد عادية مع فريقه بالتأكيد السي ميلان، كما راه واضح أمامكم في هذا التقرير، كما هذه الصورة أيضا موضح أمامكم هو وياسين عدلي. على كل حال وحسب ما كشفه الموقع أمامكم الذي اسمه ميلان نيوز والمقرب جدا من الروسونيري كما يعلم الجميع، فإن بن ناصر تدرب بصفة عادية في التدريبات الجماعية ولا يبدو عليه أثر الظهور أو العودة من الإصابة إن صح التعبير. وفي ذات السياق أقول قرر بن ناصر عدم المجازفة وغاب عن المواجهة الودية جمعت الفريق الأول لميلان بطلب منه، يعني ماذا به يعني يدخل بالعقل وأحسن ما فعل. ويبدو أن إسماعيل بن ناصر لا يريد حرق مراحل برنامجه التحضيرية، رغم أن مدرب ميلان بحاجة إلى خدمات إسماعيل بن ناصر من جهة، ولكن من جهة أخرى يرفض أن يأتي إسماعيل بن ناصر لكأس إفريقيا، يعني جزف به في النادي لكن مع المنتخب مجازفة. شوفوا هذاك يعني التناقضات بالنسبة للمدربين الأوروبيين، هو من حقه يخدم في فريقه ويحوس مصلحة فريقه، لكن يعني ما تكونش من التناقض عيني عينك، في النادي أحتاجك ويدفعوا للمشاركة ولكن مع المنتخب لا مجازفة و لأنه المنتخب يعني نفس الشيء كما أنصار ميلان ومدرب ميلان بحاجة إلى بن ناصر، نحن أيضا بحاجة إلى إسماعيل بن ناصر في المنتخب. على كل حال ندوزوا أحبابنا خوتنا إلى موضوع آخر متعلق بأوندي نيلور هذه المرة، الذي يبدو أنه يغلق الباب على في يعني في وجهه هو، لا أحد يغلق الباب في وجه ديلور، لأنه ديلور صراحة في كل مرة يخرج بخرجة ماشي في وقتها إن صح التعبير، بالإضافة إلى يقول كلام أظن أنه ليس في محله، رغم أنه الكرة كانت في مرماه والنتائج هي اللي تتحكم في الشخص. على كل حال وقت فهموا كل شيء. إذن كما يعني كما على بالكم أنه منتخبنا الجزائري راهو يعني بصدد ضبط التشكيلة الأخيرة المشركة في كان كوت ديفوار، وأنه اسم أوندي ديلور عفوا للأسف الشديد ما كاش، لأنه المنافسة كبيرة وكبيرة جدا في المنتخب. لكن ديلور يقول بصريح العبارة أنه يفكر في الاعتزال اللاعب الدولي مع الخضر، لأن هناك أشياء لا يرتاح لها في بيت المنتخب الوطني الجزائري، بينها قلة استفادته من فرص المشاركة أساسيا. على كل حال يتكلم كأنما ديلور قدم للمنتخب الجزائري كأنما هو يعني كل المباريات اللي شارك فيها شكل خطورة وقدم أسيستات وصنع فرص خطيرة وسجل أهداف، لكن هو في 15 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني الجزائري ما بين جوان 2019 ومارس 2023 سجل فقط هدفين. يعني خليني من الوقت، يعني أنت عندك 15 مباراة وأنت تلعب في منصب رأس حربة، ليلعب رأس حربة لا تقول لي أن قدمت، أنت مطالب بالأهداف وفقط. في 15 مباراة تسجل هدفين فقط، يعني تتكلم كأنما أنت هو اللي كنت في كل مرة تسجل. لذلك أنا أظن أنه أغلق على نفسه الأبواب صراحة، خصوصا بما جاء أمين قويري، إسلام سليماني راهو في فورمة عالية ومش راه يكمل هكذا، بغداد بونجاح راهو عاد وراهو يقدم أيضا. لا أظن أن جمال بالماضي راح يستدعي أربع مهاجمين، يعني لو نحسبوا أمين قويري في الهجوم طبعا. أينك ظهر هذا أو أين حدث كل هذا؟ يعني في قناة فرنسية على اليوتيوب ظهر فيها أوندي ديلور وقال هذا الكلام. على كل حال
أعطونا أنتم رأيكم في التعليقات. نجوز حبنا خوتنا إلى موضوع آخر متعلق بجمال بالماضي، وكالعادة في كل مرة يسألونه عن وضعية يوسف عطال، هل رح يمنح له الثقة؟ شوفوا وش قال جمال بالماضي بخصوص يوسف عطال. بالماضي بالحرف الواحد قال: إيقاف عطال صراحة يمثل ضربة كبيرة ومشكلة، ونحن نقف جميعا إلى جانبه. وقال: هناك برنامج يتم وضعه لدعمه وسيكون في المستوى إن شاء الله. وقال النخب الوطني عن عدم استدعاء كل من بالليلي وإبراهيمي وديورك، ما قلنا سابقا أنه عامل المنافسة، لذلك عطال راح يكون بنسبة كبيرة أساسي في كامل المباريات، لأنه حسب جمال بالماضي ليس هناك أي بديل حالي لعطال أو في مستوى يوسف عطال. أعطونا رأيكم في التعليقات. نجوز حبيبنا خوتنا إلى موضوع آخر جد مهم متعلق بياسين عدلي، هذا اللاعب اللي في كل مرة جمال الجماهير الجزائرية تسأل عليه. دائما أقول في ظل تذبذب لاعبي الوسط صح التعبير، ما هوش يقدموا خصوصا وسط ميدان الدفاعي، لا زرقان ولا فيغولي ولا يعني كلهم يعني حدث ولا حرج. لذلك نجم ميلان الإيطالي الصاعد أو الجديد صح التعبير ياسين عدلي، أنه راه يشارك في كل منافسات صح يشارك في كل مباريات خصوصا في مباريات الدوري. على كل حال عدلي قال في تصريحات جديدة لموقع العربي الجديد، قال: أعلم أن الكثير من الجماهير الجزائرية تنتظر قراري بخصوص المنتخب الذي سأختاره، يعني الجماهير الفرنسية لا تنتظرك صراحة. وأضاف: لكنني أرى أن الوقت لا يزال مبكرا لحسم موقفي. قال: لأني ما زلت صغيرا في بداية مشواري الاحترافي، وكل تركيزي الآن منصب على تطوير مستواي والوصول إلى مراتب فنية عالية جدا تؤهلني لانتزاع مكان ثابت في تشكيلة فريق ميلان الإيطالي. من حقك أنك يعني تفرض نفسك في فريق، ولكن الحاجة اللي فريمو أنا شوكيتني وجينتني، قال: الوقت مازال مبكر وأنا مازلت صغيرا وشيء من ذلك القبيل. يا أخي في عمرك 23 سنة، ماشي في عمرك 18 سنة. لو كان في عمرك 18 سنة نقول لك أنك صح يعني مازلت في بداية مشوارك ومازلت صغيرا، لأنه كاين تصريحين: الأول يتكلم على السن ما درتوش، والثاني يعني يتكلم على أمور فنية وتقنية خاصة به. وعلى كل حال لذلك حبيت نجمع ما بين الاثنين ونقول: أنت في عمر 23 سنة، ما راكش في عمر 18 سنة لتقول أنه مازلت صغير، ولا تقول أنه مازلت في مشواري الكروي، لأنه الموسم المقبل لك في عمرك 24 سنة، يعني من تلعب المونديال الجاي راح يكون في عمرك 28-29 سنة. يعني أنا ما فهمش أنا كيفاش مازال صغير ولا مازال باش يفكر في اللعب دوليا. على كل حال ميسي ديزنافو الذكرى الذهبية. أعطونا رأيكم في التعليقات، ما نطولش عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.